القطاعات اللي ضررت من جراء الجائحة هذه هو السياحة والنقل، هذو أكبر يعني قطاعين اللي ضرروا من خلال هذه الجائحة. وهذا ما يعنيش باللي هم بس ليبران قال لازم من الان فصاعرين نديروا استراتيجيه نتاع استقبال الموسم الجاي ان شاء الله، وان شاء الله يعني عندنا امل بالك من شهر اكتوبر ولا نوفمبر تتحسن الاوضاع الصحيه على مستوى الوطن، نديروا نفس الجديد وخاصه السياحه الصحراويه لان تبدا من اكتوبر حتى مارس